Alhamdulillah, hamdan katiran kama amaru, ashhadu an la ilaha illa Allah al-mun'im ala sa'ir al-bashar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayru man salla wa sama wa qama wa sabar. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yawm al-din. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله فإن تقوى الله أمان من كل خوف اتقوا الله فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله حتى لا نخرج من هذا المسجد بكلام استمعنا إليه فدخل من أذن وخرج من الأخرى طبقوا الآن طبقوا تنفيس الكربات وأنتم في صلاتكم هذه طبقوا الآن طبقوا التيسير على المعسرين افسحوا لإخوانكم الذين يصلون في البرد خارج المسجد يسروا عليهم صلاتهم يسروا عليهم عبادتهم نفثوا عنهم كربتهم عسى الله أن ييسر عليكم أمرها بسيط ولكن أجرها عند الله كبير فتقدموا وافسحوا لإخوانكم عسى الله عز وجل أن ينفس عنكم كربة من كرب يوم القيامة الأمر الثاني طبقوا ما استمعنا إليه اليوم أبى الله عز وجل إلا أن يكون في الحديث تطبيق فإخوانكم من إسبانيا قد جاءوا اليوم لجمع الأموال لبناء بيت لله عز وجل عندهم مكروبون فنفسوا كربهم مهمومون ففرجوا همهم معسرون فيسروا عليهم عسى أن تكونوا أنتم من اختارهم الله عز وجل لتنفيس كرباتهم وتذكروا دائما ذلك الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تذكروا ذلك دائما من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فلا تتركوا إخوانكم يرجعون من عندكم بهمهم ولا بكربهم ولا بحزنهم لا تتركوهم يرجعون على عسرهم ولكن ارجعوهم فرحين مستبشرين شاركوا في بناء بيت لله عز وجل كما قلت وأقول قد لا تصلون فيه قد لا ترونه قد لا يتعلم فيه أبناؤكم لكن المقصود غير ذلك كله المقصود هو طلب رضوان الله عز وجل فطلب رضوان الله عز وجل في مثل هذه الأمور البعيدة أوضح لأن الإخلاص يكون فيها أكثر لأنك تضع الصدقة ولا تبحث وراءها ولا تمن بها فأرجعوا إخوانكم اليوم فرحين مستبشرين أرجعوهم وقد نفستم كربهم عسى الله عز وجل أن ينفس كربكم في الدنيا والآخرة وأخيرا أحبتي في الله أبلغت قبل صعودي على المنبر بأن لنا أخا قد أصاب ابنته ابنة العشر سنوات مرض السرطان وهي تستعد لإجراء عملية جراحية وهو قد طلب منا أن ندعو لها لكنه شيء من تنفيس كربات المسلمين شيء من أن تيسر على المعسرين أن تكون عونا لهم أن تدعو لهم لكنه بعد ما قلنا وبعد ما استمعنا لا يكفي فلنبحث عن أخينا ولنكن بجواره فهو مكلوم مهموم مغموم نزل فيه قضاء من الله عز وجل كله خير والله كله خير كما تحدثنا في جمعة سابقة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فواسوا أخيكم وكونوا معه واعلموا أنه اليوم مهموم وربما نكون نحن غدا المهمومين وأنه اليوم في ضيق وفي هم وربما نكون نحن غدا في ذلك الضيق وذلك الهم واعلموا أن الله عز وجل ينزل البلاء بأحد عباده ليكون عبرة لغيره فاحمدوا الله على نعمة الصحة والعافية واحمدوه أن متع أبناءكم بنعمة الصحة والعافية الله عز وجل يودع في كونه الابتلاء حتى يتعظ الناس فيحمدوا رب الناس على ما أولاهم به من نعم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اشف هذه الطفلة يا رب العالمين، اللهم اشفها وعافها، اللهم ألبسها ثياب الصحة والعافية، اللهم فرج عنها وعن والديها يا رب العالمين، اللهم يسر عليهم أمرهم يا أكرم الأكرمين، اللهم نفس كربهم وفرج همهم واقض حاجتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عونا لهم على قضاء حاجتهم، اللهم إنا ندعوك أن تنفث كربهم، اللهم إنا ندعوك لهذه الطفلة أن تلبسها تاج الصحة والعافية، أبدلها اللهم دما خيرا من دمها، ولحما خيرا من لحمها، وعظاما خيرا من عظامها، وجلدا خيرا من جلدها، وشعرا خيرا من شعرها، وظفرا خيرا من ظفرها. اللهم إنا نسألك أن تقر أعين والديها بها يا رب العالمين، اللهم متعهم بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا من أنزل بهم البلاء وعافانا وعافى أبناءنا من ذلك البلاء، لك الحمد على كل حال، لك الحمد على ما أوليتنا بها من نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد على نعمة الصحة والعافية، اللهم لك الحمد على الأبناء والأموال والأولاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا ينفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مأجور يا رب العالمين. اللهم استعملنا في قضاء حوائج خلقك، اللهم إنا سمعنا أن من عبادك عبادا قد اختصصتهم بقضاء حوائج العباد، حببتهم إلى الخير وحببت الخير إليهم، هم الآمنون من عذابك يوم القيامة، فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يقضون حوائج الناس، اللهم اجعلنا ممن يفزع الناس إليهم إذا اشتدت بهم الخطوب، اللهم اجعلنا ممن ينظر الناس إليهم نظرة من يساهمون في تفريج الكروب، اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين، اللهم إنا نعوذ بك أن يقصدنا أحد إخواننا في حاجة ولا نقضيها، اللهم حبب إلينا الخير وحببنا إلى الخير، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونعوذ بك أن نكون مفاتيح للشر مغاليق للخير يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا يد عون لكل محتاج يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا وحوائج السائلين أجمعين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، وأغننا بفضلك عن من سواك. إلهنا وخالقنا وبارئنا، نزل بأمة حبيبك ما لا يعلمه سواك ولا يكشفه إلا، اللهم قد نزل بالمسلمين ما لا يعلمه سواك ولا يكشفه إلا، فعجل اللهم بالفرج بعد الغمة، اللهم عجل بالفرج بعد الغمة، وعجل بالنور بعد الظلمة. هيئ لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم إن الطغاة والجبابرة قد طغوا وتجبروا في بلاد المسلمين، قتلوا النساء قتلوا الأطفال ورملوا النساء ويتموا الأطفال وأيموا الثكالى. اللهم إنا نسألك إن كنت قد كتبت لهم توبة أن تعجل بها، وإن لم تكن كتبت لهم توبة فنسألك يا ربنا أن تعجل بهلاكهم، وأن تعجل بدمارهم، وأن تعجل بزوالهم يا رب العالمين. اللهم إن الأرض تشكي من كثرة الدماء التي تراق فيها، فاحقن الدماء في كل مكان، احقن الدماء في كل مكان، اللهم احقن الدماء في كل مكان. اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رب، نسألك حسن الخاتمة يا رب، نسألك حسن الخاتمة، واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. هذا دعاؤنا وعليك إجابتنا، هذا جهدنا وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.